الأقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم. الثالث على التوالي وصارت على اثر ما مجلس علمي الجامعة كان اقتراح في نقل مؤسسة كطاقة الى شعبة في كلية العلوم بقفصة، وهذا اللي خلى الطلبة يرفضوا معناتها النقلة، وذلك معناتها خاطر هم معاش عند الثقة بقيمة الشهادة اللي هزوها من فرق بتهزها من المؤسسة وتهزها من شعبة عادية من الفيليال. وقع الأسبوع هذا معناتها الأسبوع اللي فات قاع مجلس علمي ثاني للمؤسسة، وقام الأساتذة بالتصويت على عدد معناتها هل هم موافقين على نقل المعهد أم لا، وكانت أغلبية معناتها ضد نقل المعهد على خاطر السبب المهم انه معهد الطاقه هو المعهد الاول في افريقيا في اختصاص الطاقه اللي مش موجود معناتها في افريقيا كامله، وفي تونس هو اختصاص معناتها مش مكونه حساس مقارنه بالجهه اللي احنا فيها اللي هي فيها الطاقه فيها الكهربائيه اللي هي تنجم تعمل معناتها تعمل شراكه بين هي والمؤسسه هذه. وهذا اللي صار معناتها قبل في الأعوام الأولى كانت ثم شراكة بين الكوبانية والسي بي جي في مثلا البروجيات اللي باش يعملوها الطلبة في تطوير البروجي، لكن في الأعوام الأخرى معناتها وقع نقص في عدد الطلبة، وهذا اللي معناتها ركز عليه رئيس الجامعة والمجتمعين قالوا معناتها الطلبة النقص يلزمنا نجيبوا ترشيح خاطر الترشيح باش يكون أكثر، يعني هي معناتها يحسبوا معناتها بعدد الطلبة. ولكن في المقابل يعني الاساتذه اللي يقروا في الماده هذه ركزوا وقالوا راهي معناتها مهمه ياسر الجهه وما نستناش نفرطوا فيها، والطلبه كيف معناتها حتى الان معناتها مواصلين في الاضراب نتاعهم برغم اللي يحاولوا معاها برشا محاولات باش يتناقشوا في الموضوع، لكن هم رافضين الموضوع هذا. ونحبوا نفسروا شويه اللي واقع على يد كبير في جامعه قفصه. مشكورة الوزارة بعد تفاهمها مع وزارة التربية لإحداث إجازة تطبيقية في علوم التربية، اختارت كوم سيت جامعة قفصة لاحتضان هذه الإجازة. قال مطلوب منا هو إيجاد فضاء لاحتضان ما يقارب 350 طالب في العودة الجامعية القادمة سبتمبر 2016. وقع اختيار جامعة قفصة على فضاء المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة اللي هو كان سابقا مدرسة ترشيح معلمين، وذلك لعدة اعتبارات منها عدد الطلبة اللي هو 231 طالب. مشكورة الوزارة تفهمت كونها الإجازة هذه باش تاخذ مكان طاقة، لكن بالحفاظ على التكوين، ومجلس جامعة قفصة ارتأى كونها التكوين في الطاقة يكون في كلية العلوم بقفصة ابتداء من السنة القادمة. الطلبة ممكن من ما قدروش الحكاية على كما يلزم، خافوا من كونه تكون فما خسارة للجهة والجامعة القفصة في التكوين. هذا نأكدوا كونه مش باش يقع، باش نحافظوا على التكوين هذا وباش نجبلوا تكوين آخر اللي هو في علوم التربية اللي هو باش يمكن من استقطاب طلبة على الأقل 350 طالب كل سنة، ومن بعد يكون عندنا الامكانيه في دي ماستير ديداكتيك لتكوين اساتذه التعليم الاعدادي والثانوي. دونك اللي نحب نقوله هو كون جامعه قفصه في استراتيجيتها هي تلوج على استقطاب طلبه، لذلك انخرطنا في الاجازه التطبيقيه لعلوم التربيه مع المحافظه على التكوين ونعودها على التكوين في الطاقيه والطاقه في جامعه قفصه. اذا قفصه مرايه تتكلم تتكلم.